معجم الفردوس، المرجع الشامل الأول في تأثير العربية على اللغة الإنجليزية، تأليف مهند الفلوجي. في هذا الكتاب أكثر من 3000 جذر لخمس وعشرين ألف كلمة إنجليزية من أصل عربي. أدت العربية قديماً دور لغة التواصل بين حضارات العالم في العصر الوسيط، حيث كانت حاضناً حفظ علوم الطب والفلك والملاحة والقانون والعمارة وغيرها. هذا الكتاب معجم فريد يضم الكلمات الإنجليزية ذوات الأصول العربية بعد ضبطها بالتشابه الصوتي ودراسة معانيها وشكل حروفها واستخدامها النحوي. معجم الفردوس مرجع ضروري لكل مكتبة وبيت. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة. كتاب معجم الفردوس. العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.